أطمنكم، والله أطمنكم إن شاء الله الخير قادم والعلاج قادم، وسعيدة جدا باستجابة وزير الصحة الله يعطي العافية ويطول بعمره، وهذا العلاج للكويت وللدنيا كلها، لأهل للعالم هذا كله. يسعدني، ما أفكر بشيء ثاني، أفكر بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأفكر بالأجر من الله سبحانه وتعالى. كثير كثير تضامنوا معي، كثير منو أقول يعني صراحة كثير، وكثير كمان يعني أنا مسامحتهم وما ألومهم من اللي يشوفونه في هذا المجتمع، ومن الدخلاء اللي والله قاعد يعملون أدوية يعني قد يمكن تأخر، يعني ما أدري شو أقول لك، تأخر يعني شغل المسؤولين عن عملهم، وبالآخر للأسف يعني يخفقون في هذا الموضوع. ولكن تفاعلوا معي ناس كثير، والناس اللي في حيرة وفي حال يعني ما أقدر أقول ضايقوني، أنا ما تضايقت أبدا، لأني أنا عاذرتهم من الأوضاع اللي إحنا قاعد نمر فيهم، وأقول لهم رغم قسوة الكلام اللي أنا سمعته، محللتكم أمام الله سبحانه وتعالى، ما أبي بالآخرة يكون لي خصوم أبدا، وما أبي أعيق محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوته يوم يقول يوم القيامة أمتي أمتي.